طاقتك العامة. أنت إنسان في هذه الفترة مهتم بنجاحاتك العملية والإبداعية، ربما تعمل في عمل فني أو إبداعي، وأنت مهتم بنجاحك وعملك واهتمامك أيضا بنفسك، فأنت ترى نفسك جميل جدا ومثير للانتباه من كل أفراد الجنس الآخر، وربما أيضا تشعر بأنك متواصل روحيا مع شخص أو مع الحبيب. أنت ترى بأن هذا الحبيب قد شعر أو أنه يشعر بالغدر والخيانة، إما من طرفك أو من أحد آخر، ولكن أنا أرى بأنه بما أنه جاء هذا الكارت بعد هذه، فاحتمال بأنه يرى الحبيب احتمال خطأ أو احتمال صح، بأنه يراك بأنك قد خدعته أو خنته مع شخص آخر، وهو يشعر بالألم على هذا الشيء من هذا الشيء. أصدقائي، أرجو أن تأخذوا ما لكم وتتركوا ما ليس لكم. احتمال أن تكون هذه القراءة عكسية، وقد وصلتني في التعليقات هكذا، فليس بالضرورة أن تنطبق بالضبط على جميع أفراد مواليد برج الحوت. خذوا ما لكم واتركوا ما ليس لكم، ولتكون هذه الأوراق كنصيحة بمثابة نصيحة لنا نستفيد منها. إذا أنت ترى الحبيب بأنه يشعر بالألم وبالخداع من طرفك، واحتمال بأنك تكون في تواصل روحي عالي مع هذا الشخص، فأنت ربما تكون مشهور ومعروف ومن حولك ناس كثيرين معجبين بك، ولكن أنت في بالك وفي قلبك شخص واحد متواصل معه روحيا، وهو هذا الحبيب الذي تشعر بأنك ممكن قد خدعته أو تصرفت تصرف قد أشعره بالألم والضعف. الحبيب هو إنسان شخص قوي جدا، ذكي جدا، معتد بنفسه، ولكنه قد قام معك، تكلم معك بكلام قاسي في تلك الفترة، لأنه يشعر بأنه قد تحمل الكثير ولم يعد قادر على التحمل بعد، فقد تفوه بكلمات ممكن أن تكون قد جعلت بينكما الابتعاد في هذه الفترة، جعلتكم مبتعدين في هذه الفترة. لكنه هو ينتظر منك في أي لحظة أي إشارة أو أي تلميحات بالاعتذار أو بالمصالحة. هو يبدو بأنه مجروح من كثر حبه لك، وهو في استعداد وانتظار لمصارحتك أو للاعتذار منك بأنه بدل منه هذا الشيء أو بدل منه هذا التصرف. هو ربما لم يقصد أن يجرحك بالكلام، أو حصل بينكما شيئا معين، قد قال في لحظة غضب قال هذا الكلام وقد ندم عليه، ولكنه قال هذا الكلام من كل قلبه في الوقت المناسب، في الوقت الذي شعر به بأنه قد فاض به الكيل ولم يقدر أن يستمر في السكوت أكثر من هذا. هو يشعر بك وكأنه توأم لروحك، وهو مستعد على أن يعمل أي شيء بسبيل مصالحتك والرجوع إليك إذا كنتما متخاصمين. طاقتك لهذه القراءة: أنت في وضع استقرار مادي وعملي، ومهتم جدا بالماديات، ومهتم وفي أنت في وضع رفاهية واستقرار، كما قلت استقرار مادي. ويظهر لي بهذه البطاقة وفي البطاقة الأخرى، ربما أنتما الاثنين، أنت والحبيب، كنتما في زواج أو في علاقة منذ وقت طويل، علاقة عميقة، علاقة تواصل منذ وقت طويل، لأنه يظهر لي في هذه البطاقة أيضا بأنه متزوج وأنت في وضع استقرار. ربما كنتما أنت وهو في وضع زواج، أو كان هو من عائلة، أنت من عائلة ثرية ومستقر، وهو متزوج أيضا من عائلة أخرى، وأنتما تحبان بعضكما منذ فترة. ربما حصلت بينكما مشاكل
بعدك كل طرف عن الآخر، وأنتما الآن في تواصل روحي. أنت متواصل روحيا معه، أنت تظهر بأنك جدا تفكر به، وهو يشعر بالألم والحزن أيضا. إذا أنت في طاقة استقرار مادي ومهتم بنجاحاتك العملية في هذه الفترة، وهو مستقر أيضا ضمن أسرة وعائلة، وهو يبدو بأنه ذكي جدا ومهتم بنفسه أيضا. وأنت في هذه الطاقة ربما أيضا تكون قد حصلت، ربما تكون أنت مدمن، لأنه يظهر لي هنا بأن هناك الإدمان يؤثر على علاقاتك العاطفية في هذا الكرت. وربما تكون أنت في هذه الطاقة في حالة إدمان، وهذا الشيء قد أثر على العلاقة العاطفية. ويظهر لي هنا في طاقتك العامة في وضع بأنك أيضا ممكن أن تكون متعدد العلاقات، ليس بالضرورة أنك تكون متعدد العلاقات، ولكنك احتمال بأنك هناك أشخاص كثيرون معجبين بجمالهم ويحبون أن يظهروا أمام الجنس الآخر، يظهرون أمام الجنس الآخر دائما بمظهر جميل، بمظهر أنيق، يحبون أن يلفتوا الأنظار إليهم. وهو احتمال بأن هذا الشخص يغار عليك كثيرا، وهذه هي المشاكل التي بسبب هذا حصل بينكم مشاكل. أنت كيف تشعر بالنسبة للحبيب؟ أنت تشعر بتواصل روحي عالي مع هذا الشخص، أنت تفكر به كثيرا وتفكر بأنك تريد أن تكلمه أيضا، وتريد أن تقول له عن سبب المشكلة التي بدأت بينكما، وتضع نفسك أمام الحق وتبين له بشكل عقلاني ما هي الظروف التي سببت بينكما هذا النزاع. فأنت إنسان حقاني ولا تريد أن تجعل الخلاف يتطور بينك وبين هذا الشخص، وأنت تفكر به كثيرا. فهذا الحبيب يشعر بأن هذه العلاقة بينكما قد انتهت، يشعر بأنك احتمال أنك تباعدت عنه ولا تريد أن تتكلم معه من جديد، ولكنه يراك جدا إنسان ناجح وفي وقت نجاحات وفي وقت انتصارات لك، وأنت مهتم جدا بنفسك، والناس من حولك يحبونك كثيرا. ربما كنت في وقت نجاحات وإبداعات، ربما كنت أنت والحبيب تعملان أعمال فنية، لأنه يظهر لي بأن هذه البطاقة في الطاقة العامة، وفي هذه البطاقة ربما تكونان في مكان عمل وأنتما تعملان أعمال فنية مع بعضكما، ربما تعملان أعمال فيها إبداع، وليس بالضرورة أن تكون بشكل فني. أي عمل يكون فيه إبداع، عمل خاص بكما أنتما الاثنين. وأنت الآن هو يشعر بأنك محبوب وناجح، وكل الناس من حولك يحبونك ويشعرون بقيمتك، وأنت تشعر بقيمة نفسك، وهم يشعرون بقيمتك ونجاحاتك. وأنت إنسان جدا متواضع ومحبوب ومهتم بأعمالك ونجاحاتك. نوايا هذا الشخص، نوايا هذا الحبيب، هو مصارحتك، وأن يقول لك بأنه ما زال يحبك، ويعرض لك من جديد كأس الحب. فكما يظهر لي في الطاقة هنا بأن الحبيب هو في وقت انتظار، هو منتظر منك اللحظة المناسبة لكي تقول له بأنك ما زلت تحبه، وتؤشر له أي إشارة لكي يأتي إليك مسرعا. وهنا يظهر لي بأنه يفكر بك كثيرا، أنت تفكر به كثيرا، وهو يراك معجب بك كثيرا، ويراك في غاية الجمال، وأنت فعلا في الطاقة العامة أنت جميل جدا
وكل الناس من حولك يرونك هكذا، وهو مستعد في هذا الوقت، وهو ينوي أن يقدم لك كأس الحب من جديد. وإذا كان بينكما خصام، ينوي بأن يصالحك من جديد وتتصافيان، ويكون بينكما تسامح ومحبة وحب كبير من جديد. إذا كنتما في علاقة زواج، ينوي أن يعود ويصالحك. وإذا كنتما في علاقة طويلة أو علاقة منذ فترة، هو ينوي أيضا أن يصالحك إذا كان هناك أي خصام. وإذا كانت العلاقة بينكما إعجاب فقط من بعد، وأنتما تصارحتما بالحب، ولكن ربما حصلت بينكما أي مشكلة، ربما شعر بأن هناك إدمان، أنت إنسان مشهور ومعروف والناس كلها من حولك، والفتيات أو الرجال كلها من حولك أو من حولك، وهو يشعر بالغيرة الشديدة، أو أنت تشعر بالغيرة الشديدة من هذا الشخص، أو هو يشعر بالغيرة الشديدة عليك، ربما هذا يكون إدمان عاطفي أو جنسي، وهناك مشاكل في العمل، ربما تكونان قد تعملان مع بعضكما كما قلت، وهناك حصلت مشاكل بينكما في العمل، وهذه هذه المشاكل أثرت على علاقتكما العاطفية. هو ينوي، الحبيب ينوي بكل جد أن يقدم لك كأس الحب من جديد، ولكنه يريد أن يعمل في الأول تغييرات جذرية خاصة في حياته. لا أعلم ما هي، احتمال بأنه هو مدمن على شيء معين. أنا لا أعلم ما هو الإدمان بالضبط الذي مدمن عليه هذا الشخص، وهو يعلم بأنه مخطئ وبأنه في حالة إدمان معين. هو يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة، ربما يكون إدمان غيرة، إدمان تعلق، إدمان، ربما يكون في علاقة زواج، علاقة ارتباط، ويريد أن يتخلص منها في الأول ويرجع ويعود إليك ويقدم كأس الحب. هو ينوي على هذا، ولكن في البداية في خطوته القادمة سيحاول أن يعمل تغييرات قوية في حياته ضرورية قبل أن يخطي الخطوة القادمة، وستكون الزواج بإذن الله والاحتفالات، وتكون بينكما سعادة وعلاقة مستقرة ودائمة وجدية. أنا أرى بأن هذه هي العلاقة لها مستقبل، ولكن هناك بعض المشاكل التي يجب بالعقل بالبداية حلها. ربما تكون مشاكل كما قلت في العمل، وربما تكون مشاكل في الإدمان، مشاكل. وأنت في النصيحة التي تقول لك هذا الكرت، نصيحتك